صح إيه؟ وأدن كم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا. أنا عايز أقف عند كلمة فج عميق، في معنى قريب بس في معنى كمان بعيد. الفج الشق اللي بين الوديان والجبال وعميق، ايه يعني ما كان ممكن يأتينا من كل مكان بعيد. هو المقصود على المشقة والصعوبة يجوا، ده المعنى القريب. بس الحقيقة في معنى بعيد كأني عايز أصحي جوانا، يعني هنا كمان في فجع داخل كل إنسان، في منطقة جوه عميقة محتاجة أذان الحج. الفج العميق خطأ كبير في حياة الإنسان ما كانش عارف يتخلص منه قبل الحج. الفج العميق ذنب مش عارف يخلص منه بقى 10 سنين. الفج العميق ظلم سبب له مشقة في حياته، ظلم ظلم مش عارف يطلع من الفج العميق لغاية ما حج وأذن في الناس بالحج. يأتوك، هيجوا من الفج العميق. أنا كلمة الفج العميق مش شايفها بس بالمعنى البسيط، القرآن حمل أوجه. والسهل إنك تقول يجوا من مسافات بعيدة، بس السير ليس سير الأقدام، مش بالمسافات، السير سير القلب. يا ما ناس اتحركت من مسافات بعيدة ما حصلش شيء. واحد راح لأحد العلماء بيقول له جئتك لأتعلم، جئتك من مكان بعيد. قال يا بني السير ليس سير الأقدام، السير سير القلب. فارق قلب خطوة يحصل لك مقصودك، فارق قلب خطوة يحصل من بعيدة. يا ترى أنت إيه الفج العميق اللي في حياتك اللي عامل لك مشقة وألم؟ ومفيش فج عميق إلا وراه مشقة وتعب. وأذن معايا ورقة بس بحول عليها. لا 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 الله يكرمك. فأنا بنادي فيكم أن تتخلص من فجك العميق، أن تأتي من فجك العميق. أذان الحج ما فيش بعده أذان يطلعك من فجك العميق. لو ما رجعتش في منى ونويت كده وانت قاعد وانت قايل والله الذي لا اله الا هو، الذنب الكبير ده خلاص، ساعتها يكون فعلا اذان الحج وصل اليك وناداك من بعيد جابك. والله الظلم الفلاني اللي انا ظلمه لمراتي ده او اللي انا والله خلاص لا اوقفه. هو ده عمق الحج يا اخوانا يا حجاج. كل واحد فيكم هو راجع بعد منا لازم يراجع نفسه مع خطأ الكبير، مع فج العميق. وهو الحج ايه غير تربيه على التقوى؟ وهي التقوى ايه غير انك توقف نقطه ضعفك؟ يعني ايه التقوى؟ التقوى كلمة غالية جدا. التقوى 285 مرة في القرآن. أول كلمة في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى متقين. الجنة لمين؟ الجنة لمين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من الناجي من النار؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في غيره. التقوى، التقوى بس التقوى موضوع كبير قوي. الحج بينادي فيك ايه؟ اتقي الله في نقطه ضعفك. انت نقطه ضعفك فين؟ كل
كل واحد فينا في حياته نقطة ضعف، في المرأة نقطة ضعف عند ناس، الفلوس نقطة ضعف عند ناس، الغضب والعصبية نقطة ضعف عند ناس، عقوق والدين نقطة ضعف عند ناس. أنت فين نقطة ضعفك؟ إذا استطعت أن ترجع من الحج وقدرت تنادي أعماقك وتصرخ في الفج العميق، كفاية بقى. يا سلام، حج بجد. المعنى دوت محتاج منا عشان تقعد 3 ايام تفكر. محتاج هل انا قادر ان اتخلص من هذا الدم؟ هل انا قادر ان اوقف هذا الخطأ، هذه العلاقة، هذه الكذبة، هذه المال الحرام؟ هل انا قادر؟ هل بعد ما غفر لي كل اللي فات أقدر أن أكون قوياً بعد رحلة الحج عشرة مع الله في هذا الأسبوع؟ هل أنا قادر أن أخذ القرار الصعب؟ هل ناداني الحج من الفج العميق؟ هذه الخطرة الأولى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الله يفتح عليكم وعلي ويلهمنا القوة أن يكون الأذان صدى قوي في أنفسنا من جوه، أن تكون لبيك اللهم لبيك قوية كانت بترك صدورنا فنوقف كل خطأ. هل ممكن بعد إذنك نجيبه هنا عشان يبقى أخواننا اللي ورا شايفين؟ هتعمل إيه؟ آه، استغربتك.